They are very, very broad. هي على نطاق واسع جدا وفي قطاعات عدة في مختلف البلدان بل وفي قطاعات فرعية أيضا بالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج فلقد زاد الوزن بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية من أقل من 2% على مؤشري MSCI للأسواق الناشئة أو Food CEM وهما المقياسان اللذان يتبعهما المستثمرون إلى 8% اليوم ونعقد الآمال على وصولهما إلى 10% وهما مدفوعان بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت وقطر ودخول كل من هذه الأسواق في مقاييس الأسواق الناشئة وكل هذه الدول معا تمثل حوالي 8% من مؤشري MSCI للأسواق الناشئة وفود CEM وهو ما لا يمكن تجاهله كمستثمرين عالميين بالتطرق إلى تفاصيل الدول والقطاعات يتضح أن المملكة العربية السعودية هي السوق الأكبر بين دول الخليج والسوق التي تقدم أكبر عدد من الشركات المدرجة وأكبر عدد من القطاعات وأصبح اتجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج يتحول من الاعتماد على السلع أو الاعتماد على الدورة الاقتصادية إلى الاعتماد على النمو الهيكلي والنمو على المدى الطويل وهو ما يرغب العديد من المستثمرين المشاركة فيه many of our investors want to participate in.